بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد من السعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن موضوع بسيط جدا وهو الفحص صورة بيوفيزيائية للمرأة الحامل أو صورة للجنين. طبعا يتم هذا الفحص في المرحلة الثالثة من الحمل، وذلك لمراقبة الصحة العامة ويعني صحة الطفل أو الجنين داخل الرحم، وأيضا لمعرفة إذا كان هناك داعي لفحوصات أخرى للجنين، وأيضا لمعاينة الجنين في الرحم. وغالبا يعني يعمل أو يتم فحص هذا الفحص عن طريق يعني اختيار أو فحص بالموجات فوق الصوتية، أيضا إلى يعني اختبارات تقييم معدل يعني ضربات القلب أو معدل يعني نمو الجنين أو المعدل الحيوي للجسم، وأيضا مراقبة عضلات الجنين وأنسجة الجنين وطبيعة نمو الجنين بشكل عام، وأيضا مراقبة يعني حركات الجنين داخل الرحم. وكل هذه معلومات مهمة جدا تعطينا بعض الإشارات عن الجنين ونوعية يعني الحركة اليومية في اليوم الواحد. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.